ثلاث تحديات جديدة نزلت معنا بعد التحديث 14.10. نزل ثلاث تحديات مخفية جديدة، على كل تحدي بتاخد 20,000 اكس بي، ونزل معنا حقيبة 12 فريم بتحديات الاسبوع الثالث. بعد الاسبوع الثالث بتاخدها، ولكن في بعض الناس ما انتبهوا انه له ستايل تاني للحقيبة 12 فريم، فانا رح اقول لك كيف تفتح الستايل الثاني تبع حقيبة 12 فريم، وكيف تساوي التحديات اللي هي على 20,000 اكس بي ثلاث تحديات ب 60,000 اكس بي. فعلا والله بسكان الطاولة الارضية وفيديو جديد. قبل ما بلش الفيديو تبعي واحكي عن التحديات، لو انت اول مره عند تشات فيديو على القناه يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو. شكرا يا شباب على الدعم الخرافي اللي عم تدعموني يا اخر فتره، ولو حابب تدعمني اكثر بكل الدعم ايتم شوب نيموتس على اللي ظاهر امامك لو عجبك المحتوى. فهلا خلينا نحكي عن تحديات وولفرين. هل انا عم اقول اسمه صح ولا خطا كمان ما بعرف، ولكن انا المهم خد الزبده من الموضوع. تحديات وولفرين يا شباب فتحت الاسبوع الثالث، فتح اسبوع ثالث بيقول لك انك انت تروح تاخذ الحقيبه عند المرفأ او عند ديرتي دوكس. هاي المنطقة بتروح بتاخد فيها الحقيبة وبتفتح معك الحقيبة اللي ظاهرة امامك تبع الاسبوع الثالث تبع تحديات وولفرين، اللي هو على اساس سكين سري ولكن مو سكين سري. بعد ما رحنا اخذنا الحقيبة ورحنا جبناها الوضع تمام، انا لأحضركك كمان مع مقطع صغير انت وعم تجيب الحقيبة هيك على السريع، لانه انا شرحته هذا التحدي بالاسبوع الثالث، ولكن رح ارد عيده هلا وبرجع لكم. بعد ما تاخذ الحقيبه من منطقه ديرتي دوكس وخلصت الموضوع تمام، بتطلع لبرا على اللوكر، بتختار الحقيبه وبتروح على منطقه مقبره الوحوش. منطقه مقبره الوحوش اللي فيها روبوتات كتير، هنيك تقريبا في شي 5 روبوتات هيك مكسرين ومدعوسين بالارض. انت بدك تروح على روبوت واحد محدد اللي هو مقطوع راسه. انا عم ساوي التحدي علمت كتير عليه وركزت كتير عليه. هذا يا شباب التحدي ما حيصير معك غير اذا رحت عند الروبوت اللي مقطوع راسه فقط لا غير، اي روبوت تاني ما بنحسب معك. بتروح عند الروبوت اللي هو مقطوع راسه كليا منشال وبنحسب لك هذا التحدي وبيفتح الستايل الثاني تبع الحقيبه. انا هلا حضركك مع هذا التحدي كيف تساوي، وارجع لكم اشرح لكم التحديات المخفيه اللي هي على 60,000 اكس بي. شفتوا شلون عند الآلة المقطوع راسه؟ لا تروح عند آلة تاني لأنه ما حينحسب، ولح تكتبوا لي بالتعليقات ولح قلكن لازم تروح عند الآلة المقطوع راسه. هلا هي خلصنا الستايل التاني تبع وولفرين، هلا بقى خلينا نفوت على التحديات الأقزام المخفية الجديدة. يا شباب في تحديات جديدة مخفية للأقزام، بس في شغلة لازم تفهمها علي مظبوط. أنا هلا رح رتب لك التحديات بالترتيب، لازم تعملهم بالترتيب، لازم أول شي تروح عند اليوفط أو عند الإعلانات الموجودة بكل الأماكن اللي هن منطقتين، منطقة قريبة على ميستي عند الجبال ومنطقة قريبة على الأثوريتي عند الأثوريتي تبع الأجنسي. أنا رح أقول لك كيف تساوي التحدي بالترتيب، وآخر واحد بتروح عند الاجتماع تبعهم هن عم يبيعوا سليرب وبينفجر القزم، وهيك أنت بتخلص هذا التحدي وبتاخذ 60,000 إكس بي. كل ما تساوي تحدي كل ما بيعطوك 20,000 إكس بي. أنا بعتذر عن الشرح ولكن لازم نشرح هيك بهالطريقة. أول شي بتروح عند تبع الأثوريتي، لو ما انحسب تبع الأثوريتي سيبه اتركه لأنه في جليتش عم يقولوا بعض الناس فيه. اول شيء بتروح عند تبع الاثوريتي، بتوقف عند الارما تبعه او عند اليافطه او عند الاعلان يعني، وبحسبوا لك 20,000 اكس بي. لا تعمل اي شيء يعني، بس روح وقف بجنب القزم وخلص الموضوع، او عند الاعلان وخلص. والتحدي اللي بعده انك بدك تروح عند جبل عند ميستي قريب على ميستي، تروح توقف كمان بجنب الاعلان وبيعطوك 20,000 اكس بي. تبع الاثوريتي يا شباب ممكن ما يحسبوا لك 20,000 اكس بي، في جليتش بهذا التحدي. اذا ما انحسب انت هيك انعمل معك التحدي واخذت ال 20,000 اكس بي، بينزل اصلاحات للعبه وبتاخذ انت ال 20,000 اكس بي. تمام لحد الان، اتمنى تكونوا عرفتوا النقطه مزبوط. اول شيء بتروح عند تبع الاثوريتي، ثاني شيء بتروح عند الجبل اللي عند ميستي، ثالث شيء بتروح عند المنطقه اللي هي تحت على الاخير بعد ميستي وبعد الجبل على البحر بتكون.
بيكون في اجتماع للأقزام، بتروح لهنيك بتوقف عنده، وهيك انت بتخلص هذا التحدي بتاخد 20,000 اكس بي. هيك صار معنا 60,000 اكس بي من ولا شيء. انا هلا رح اتركك مع ترتيب التحديات واكتب لك على الزاوية الشمال 1 و2 و3 على كل تحدي بالترتيب شلون تساوي. بتمنى تكونوا استفدتوا ببعض المعلومات. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وتعليقك تحت بهمني جدا، ورح اترككم مع التحديات كلها من الاول للتالي. But you know I never